ظهري. يا علي الشغلانة دي متعبة قوي بس مربحة قوي قوي. بصراحة انا كنتش اتخيل ان انا اكسب الفلوس دي كلها في يوم واحد. ده اللي انا كسبته قد مرتب 6 شهور من اللي انا باخده في الجورنال. اقولك ايه يا علي، انا عندي فكرة، احنا نحط ايدينا في ايدين بعض وفلوسنا على فلوس بعض ونكبر مشروعنا ونحط وردنا على بعض ويبقى زيتنا في دقيقنا. بس بشرط. قول يا علي. ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض وفلوسنا على فلوس بعض ونكبر مشروعنا ونحط وردنا على ورد بعض ويبقى زيتنا في دقيقنا. في ايه يا علي؟ ما هو ده اللي انا قلته بالظبط. قلت ايه انت زياده؟ مفيش يا حبيبتي، بجود بس. لعلمك بقى يا علي انا زعلانه منك قوي. ليه يا حبيبتي؟ علشان عدى الفالنتاين وانت نسيت تجيب لي ورد. ورد؟ ورد ايه يا حبيبتي؟ الورد ده بنشتغل بيه الناس، انا مش عاملك زيهم. انا هجيب لك صبار، عارفه ليه؟ ليه؟ عشان الصبار ده بيعيش زي حبي ليكي ما هو عايش بالظبط. قلبي صدقتك يا علي. تبقى صبرني يا رب.